طيب نعرف تفاصيل أكتر عن كواليس الرياضة المصرية من خلال زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن بينضم لنا هاتفيا. أهلا بك يا محمد. أهلا بك يا هشام، صباح الخير. صباح الفل والورد. خليني أبدأ معاك بالزمالك. الزمالك امبارح مباراة ماراثونية الحقيقة، لكن انتهت الحقيقة بفوز الزمالك بهدف نظيف عن طريق نجمه الواعد مصطفى محمد. عايز أعرف منك إزاي شفت اللقاء على المستوى الفني، وبتتوقع مين يكون الطرف الآخر اللي هيواجه الزمالك في نهائي كأس مصر؟ يعني خليني اقول لك يا هشام ان المباراه كانت حلوه جدا امبارح، اثبتت ان الزمالك عنده فريق قوي جدا السنه دي، مدير فني عنده فكر عالي، بيعرف يستخدم الاوراق الموجوده عنده. يعني عمل تريك في اول المباراه بعدم مشاركه شيكابالا، ولعب بنجم واشرف بن شرقي وعمر السعيد وكمان يوسف اوباما. يعني واتضح بعد كده ان دي طريقه او اسلوب هو اعتمد عليه عشان ينزل شيكابالا في الشوط الثاني بعد ما يكون الفريق المنافس ارهق بدنيا عشان يقدر يقدم مستوى اعلى ويستفيد منه باعلى شكل ممكن. وشيكابالا فعلا صنع هدف الفوز لمصطفى محمد. مصطفى محمد زي ما انت قلت هو يعني واحد من المهاجمين اللي هيكون مهاجم مصر الاول ان شاء الله لو كمل على المستوى اللي هو فيه ده باذن الله. لاعب مميز قوي بصراحه، بيعرف يتحرك جوه الصندوق، بيعرف رجله ما بتقلش قدام الجون، بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يوفقه دايما. الزمالك امبارح قدم مباراه قويه، عنده تماسك في كل الخطوط، يعني رغم ان الكوره كانت مع عند الزمالك في اكثر من مره، كورتين في العارضه وتالق عماد السيد الغير طبيعي امبارح، ولكن الزمالك برده كان متماسك دفاعيا. كنا بنشوف الزمالك دايما يهاجم وكره هجمه مرتده تلاقي الزمالك دخل فيه جون، لكن ده ما حصلش امبارح. عنده حارس مرمى مميز ومحمد عواد، عنده خط دفاع كويس قوي بقياده محمود علاء ومحمد عبد الغني. اعتقد ان الزمالك يعني عنده فريق متكامل يقدر من خلاله ينافس بقوه على الالقاب السنه دي. لقب الكاس هيبقى المنافسه هتكون صعبه لسه النهارده، النهارده بتروجيت وبيراميدز. بالظبط، بتروجيت وبيراميدز. يعني كل الترشيحات اكيد لمصلحه بيراميدز بحكم القدرات الاعلى على مستوى اللاعبين، ولكن الكاس ما فيهوش كبار وصغيرين. الكاس هي بتكون بطوله المفاجآت زي ما دايما بيقولوا يعني. بالظبط، فيعني الكاس دايما بطوله بتبقى بتعترف بالمفاجآت او بتشهد مفاجآت، فمش هنستبعد اي حاجه. الاثنين عندهم يعني نفس الطموح، بالعكس بتروجيت عنده طموح اعلى ان هو هبط للدرجه الثانيه على مستوى الدوري، فعاوز يسيب ذكرى جيده جدا مع الجماهير لحين العوده مره اخرى من خلال الفوز ببطوله كاس مصر. اعتقد هيبقى انجاز كبير لمحمد عوده ولعبته. يمكن بتروجيت تعاقد مع لاعبين من الدرجه الثانيه عشان يقدر ينافس في دوري الدرجه الثانيه، هم اللي هيشاركوا النهارده، فتقريبا كل معظم القائمه المتغيره بتاع بتروجيت، ولكن في النهايه هيلاعب فريق قوي عنده لعيبه مميزه، عنده مدرب هو كمان مميز للغايه سيباستيان دي صبر، مدير فني برضه بيعرف يدير المباريات بشكل كويس، قدر ان هو يتفوق على حرس الحدود في دور الثمانيه ومن قبليه الاهلي. فاعتقد ان المنافسه هتكون صعبه النهارده برضه من بتروجيت وبيراميدز، ونشوف مباراه حلوه ان شاء الله في الفاينل ما بين الزمالك والفايز من بتروجيت وبيراميدز باذن الله. يمكن يا محمد كان في استقبال محترم جدا لافراد بعثه دوره الالعاب الافريقيه طبعا اللي كانت بتقام في المغرب، واحنا الحقيقه حققنا ارقام قياسيه فيها 273 ميداليه، اعتقد كان الرقم السابق كان 240 وكان باسم نيجيريا لو انت تاكد لي المعلومه يعني. فاعتقد ان احنا عاملين يعني انجاز محترم جدا سواء في عدد الميداليات او حتى الالعاب اللي كانت مشاركه وكم الابطال اللي هو طلع من خلال هذه الدوره. عايز اعرف منك ازاي ممكن الدوله ترعى هؤلاء ويكون عندي تطور نوعي في هذه الألعاب ومزيد من الأرقام أو حتى مزيد من البطولات اللي ممكن يحققوها خلال الفترة الجاية. طيب خليني أقول لك، أأكد لك معلومتك الأول، هي الرقم السابق كان مسجل باسم نيجيريا ومصر ب 240 ميدالية بالتساوي. و85 ميدالية ذهبية. إحنا بقى كسرنا الرقمين دول ب 273 ميدالية في المجموع و102 ميدالية ذهبية. فده انجاز كبير ورقم هيبقى من الصعب ان حد يحطمه غير مصر اللي تقدر تحطمه ان شاء الله باذن الله في الدوره اللي جايه او الدوره اللي بعدها نقدر نحطم الرقم دوت برضو. يبقى احنا اللي بنحطم ارقامنا القياسيه.
عايز اقول لك احنا مشاركين في المنافسات ب 24 لعبه، مفيش لعبه فيهم ما حققتش ميداليه، فده انجاز كبير بالنسبه للرياضه المصريه، انجاز كبير ان انت بتقدر تمشي بخطى ثابته في كل الالعاب. بيدي بارقه امل المنافسه على ميداليات اولمبيه في دوره الالعاب الاولمبيه اللي هتقام في طوكيو 2020. فاعتقد ان يعني لو استغلينا الابطال الموجودين عندنا دول واهلناهم بشكل كويس على مدار ال10 شهور المتبقيين لحد دوره الالعاب الاولمبيه، هنقدر ان شاء الله نضمن عدد كبير من الميداليات غير اللي كان بيحصل قبل كده، ميداليه او اتنين بالحظ، لكن احنا دلوقتي عندنا فرصه ان احنا ناخد اكتر عدد من الميداليات بابطال كتير في كل الالعاب. يعني عندنا في السباحه احمد اكرم، عندنا في المصارعه كيشو، عندنا في السلاح علاء ابو القاسم، عندنا اكتر من بطل، عندنا في الاثقال طبعا محمد ايهاب وساره سمير، وفي الملاكمه في اكتر من لاعب واحد يقدر ان هو يحقق لنا ميداليه. اعتقد ان الناس دي لو خدت الرعايه الكافيه والبرنامج الاعداد الكافي ان هو يبقى جاهز في خلال ال10 شهور الجايين دول، ان شاء الله باذن الله بضمن لك ان احنا نجيب ميداليات مش اقل من 10 ميداليات، بس لو الابطال دول خدوا الاعداد والرعايه الكافيين ليهم واللي هم محتاجينهم فعلا عشان يقدروا يخرجوا باذن الله في دوره الالعاب الاولمبيه وهم جاهزين للمنافسه مع الابطال اللي هتشارك في البطوله دي. طب قول لي يا محمد، هو المستوى الفني في دوره الالعاب الافريقيه كان عالي ولا كان متوسط؟ والله انت بتتكلم على مستوى افريقيا، يمكن المنافسه بتبقى اصعب لما بتبقى انا بس من خلاله عايز اعرف ترجمه هذا الكم من الميداليات، هل جت بسهوله ولا جت بصعوبه؟ بص، هو التفوق بيبقى في العاب معينه والعاب لا. يعني مثلا هقول لك ان احنا متفوقين في المصارعه، متفوقين في الجودو، متفوقين في رفع الاثقال، تمام. لكن هتيجي السباحه مثلا هتلاقي جنوب افريقيا، جنوب افريقيا متفوقه على مصر في المركز الاول. فاحنا يعني العاب القوى هنلاقي المغرب مثلا، المغرب وكينيا، بيبقى الفرق دي بيبقى ليها برضو ترتيب اعلى من مصر، ولكن احنا في النهايه بتركز على الالعاب. عشان كده انا قلت لك نرى على الابطال بعينهم اللي يقدروا يجيبوا لنا ميداليات، نحقق لهم البرنامج الاعداد الكافي عشان يقدروا يجيبوا لنا ميداليات في الاولمبياد، لان المنافسه في دوره الالعاب الاولمبيه هتكون مختلفه تماما عن المنافسه في دوره الالعاب الافريقيه اللي هي المستوى بتاعها اقل من دوره الالعاب الاولمبيه بكتير. طبعا ان شاء الله بنتمنى له طبعا كل التوفيق، وكمان واضح من خلال تصريحات دكتور اشرف صبحي وكمان المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه ان هم بيوفروا لهم كل الدعم، ووعدوا بكده الحقيقه من خلال لقاءاتنا اللي كانت معهم منذ قليل. بشكرك جدا زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريدة الوطن، كنت معنا هاتفيا تعقيبا على مجمل التطورات والأحداث على المستوى الرياضي.